مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان حيث ينطلق شوطنا الثامن لفئة الجعدان وتحديات هذه الأسماء وتحديات هذه الشعارات شوطنا الثامن وختام أشواط أصحاب السمو الشيوخ ومن له الرغبة من أبناء القبائل مشاهدينا متابعينا الكرام ننطلق بهذا الشوط شوطنا يحمل الأسماء المميزة الرائعة مباشرة نبدأ معك يا بن مفتاح يا راعي مسبار بالفعل علي بن راشد بن مفتاح الشام سيما يقدم لنا مسبار القادم بكل قوة المركز الثاني سراب العلي بن محمد بن مطر بن غدي الاكتبي من يقدم انطلاقة وتحديات انطلاقة سراب راعي الشبابي بالفعل مخلاب يأتي بهذا اليوم ليقدم لنا هذه النوعيات المميزة كما عودنا بالفعل راعي شمحة بانتقاء النوعيات المميزة يأتي مع أسراب بالمركز الثالث الواصل هو أسد الميادين يقدم لنا أسد الميادين محمد بن عتيج بن علي بن برخفية الاكتبي يقدم لنا أيضا أسد الميادين أبو علي حاضر ليقدم هذا الاسم المميز المركز الرابع وصلنا مصفوط ياتي العلي بن شخبوط بن علي الكعبي يقدم لنا مصفوط بهذه اللحظات المركز الخامس الوصول بهذه اللحظات على خامس المراكز الواصل ايضا مباشر سلطان بن عبد الله من دميثان مزي يقدم لنا مباشر على المركز الخامس الاسامي قادمه ولكن بعيد عنا بنكتفي بالخمس المراكز الاولى بنكتفي بالخمس المراكز الاولى المتقدمه بهذا الشوط في النداء الثاني بتحديات هذا الاسماء ونداءنا الاول ونتحول الى كعلي يا بن محمد يا بن مطر يا بن غدير يا بو علي يا ابو ابو محمد ركز بهذا الشوط مع اسراب وسراب تسرب بالفعل الى المركز الاول يبغي السلامات هناك ليبنى نزوه بشعار ايضا المهندس بالفعل يهندس هذا المسار ويهندس هذا الشوط مع هذا الاسم المميز بالفعل اسراب علي بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي المركز الثاني مسبار العلي بن رايد من مفتاح الشامسي يقدم لنا النوع الفريد ويقدم لنا النوع المميز بالفعل المتميز بالفعل في تحديات هذه الاسماء المميزه ثالث المراكز اسد الميادين يا محمد يا بن عتيج يا بن علي يا بن خفية يا نكتبي يقدم لنا أسد الميادين على المركز الثالث على المركز الثالث غادم بكل قوة ومتقدم بهذا الانطلاق المميز بالتحدي الرائع الجميل مع التحدي الرائع وانطلاقات هذه الاسماء المميزه مع هذا التحدي المميز المركز الرابع لبن دميثان. سلطان بن عبد الله بن دميثان يقدم بهذا الـ الانطلاق المميز ولكن البدايه مع سراب، البدايه مع سراب علي بن محمد بن مطر بن غدي الكتبي يقدم لنا سراب ولكن الاختطاف من قبل شعار مسبار، مسبار علي بن راشد بن مفتاح الشام سيقدم لنا مسبار يقدم لنا مسبار بهذا الانطلاق المميز مع الألف والمئت إيه متر النهاية ألف يا من تسمع الندى يا من تتابع يا بن مفتاح يا راعي العفريت يتقدم 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 شعار الغابضة بالفعل يأتي مع انطلاقة مسبار مع اقترابنا ولوحة الكيل ومتر الأخير علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يا الشامسي الشامسي مفتاح النجاح بالفعل معك يا يا مالك يا مالك مسبار مع النوع المميز النوع الفريد النوع الذي دائما يقدم العروض الكافيه والمعتاده بالفعل العصا في الأبطان ما كلموه ما قال له شيء ابن ما قال له شيء عصاته في ابطانه في ابطانه بلا اي اوامر بلا اي تعليمات ينتزع المركز الاول ينتزع الفوز والانتصار تهانينا والناموس من هذه اللحظات لك

سلام 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 لك يا الشامسي سلام على الفوز والانتصار يا علي يا بن راشد يا بن مفتاح يا الشامسي ولكم يا هالي ملاقط صبح بالفوز والانتصار لأبناء ملاقط بالفعل يوصلكم السلام يا ابناء العين يا بناء العين مع النوع المميز مع مسبار مسبار ينتزع المركز الأول وينتزع الفوز والانتصار تهانينا والناموس على فوز بالمركز الاول وانتزاعة بناموس هذا الشوط تهانينا والناموس العلي بن راشد بن مفتاح الشامسي على ناموس هذا الشوط المركز الثاني اسد الميادين اللي وصلنا على المركز الثاني محمد بن عتيج بن المركز الثالث مصفوط علي مش لكعبيل لك المركز الرابع لبلقوم عتيج بالقوم الكتبي المركز الخامس بن دميثان تهانينا والناموس مالك بسبار علي بن راشد بن مفتاح الشام 6 دقائق 21 ثانيه تهالينا والناموس على هذا الفوز والانتصار